أنا بحلقة مغربية كنشجع المنتخب المغربي ديالنا اللي ديما مشرفنا أسود الأطلس، ولكن أنا كرة ما كنعرفش لعبها، ولكن في صغر ديالي كنت كنلعب الباسكت وكنت متفوقة جدا، ولكن ما كملتش فيه. فاش تأهل المنتخب الوطني المغربي أكيد أنا فرحت بزاف، وفرحونا وفرحوا الشعب المغربي لأنه فترة طويلة ما دخلتش علينا هاد السعادة، والحمد لله إن شاء الله يا ربي يكون من نصيبنا الفوز إن شاء الله. يعني تشجيع على المنتخب ديالنا المغربي الوطني، لابسة تيشيرت المغرب وعاملة الراية هنايا في وجهي، أكيد هاد الشي هذا كان عملوه بلا إرادي. كانوا أغاني جميلة جدا، والعمل اللي عجبني أكثر هو العمل موغادور اللي داروا ناصري، اللي يجمع فيه كاع الفنانة اللي هما يعني عندهم واحد المكانة كبيرة في المغرب، وعجبني بزاف العمل ديالو. صراحة أنا ديك اللحظة تأثرت بزاف، كنت يعني عند بالي غادي نربحو، مي كان الهدف يعني ماشي لصالحنا، ولكن كان بدون قصد، ولكن إن شاء الله عندنا فرصة، نتمنى إن شاء الله نفوزو. يعني أي شخص كان في المكان لاعب وهدوس أكيد كان غيطيح في نفس يعني الموقف، وحاجة يعني دارها بدون قصد يعني مكتبة، وإن شاء الله يا ربي ما تعاود. وكنقول لهم بون كوراج لهم، إن شاء الله ربي يوفقهم وباش يفرحونا ويفرحوا الشعب المغربي، هم شي يعايروا بدك الطريقة، لأنه هذا مش ما داروش عن قصد، حاجة لا إرادية، وخاص حتى الشعب المغربي يقدر شوية اللعب ديالنا، وباش نشجعوهم ونعطيوهم واحد الثقة في نفوسهم باش يعطيو أكثر وأكثر، بحال ربحنا بحال خسرنا يعني إحنا كنبقاو أسود. وبهذه المناسبة كنبغي نهدي المنتخب المغربي ديالنا هاد التشجيعات، وإن شاء الله يا ربي نكونوا من الفائزين. هي هو مبروك علينا هذه البداية، مازال هي هو مبروك علينا هذه البداية، مازال وما تنساوش هاشتاغ سلطانة، كلنا مع أسود الأطلس. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.